مشاهدينا الكرام، رحب بكم بحلقة جديدة من برنامج قصة طبق مع زرميك. أكلات عديدة ومتنوعة، قصص جديدة ومختلفة. اليوم مشوارنا حيكون إلى الأردن، نتعرف على طبق معروف والمشهور عالمياً، المنسف. شو رأيكم نروح على الأردن ونرجع لمطبخنا ونحضر الأطباق على طريقتنا بطريقة كتير صحية مغذية ونفس الوقت سريعة؟ نروح المشوار ونرجع لمطبخنا. المنسف هو الطبق الوطني في الأردن، ويتم إعداده من الأرز واللحم واللبن. وعندما قرر الأردنيون التميز في تحضير المنسف، جعلوا اللبن المجفف على هيئة كرات مملحة واسمها الجميد، للدلالة على حالته الصلبة أو الجامدة، ومن أشهره الجميد الكركي المصنوع من محافظة الكرك. مشاهدينا، رجعنا من الأردن، بلد النشامة. شو رأيكم نباشر تحت نحضر الطبق المعروف والمشهور، المنسف؟ أنا تشكيلة من الأغراض اللي جهزناها هون قبل وقت. تعرفوا هاي نوع من الطبق اللي بياخد شوية وقت، بس نحنا رح نحضرها بطريقة سريعة نفس الوقت بطريقة كتير صحية، بدون ما نستعمل سمن بلدي أو أي مكونات اللي بنحس إنه فعلاً معقول يكون سعرات حرارية زيادة. حيكون طبقنا صحي طيب، رح نطبخها بطريقة كتير مغذية. هون عندي أنا الرز اللي عم بطبخها، جهزنا أكيد قبل وقت. من تاني ميلي عندي هون قطع اللحمة. هالأكلة معروفة ومشهورة، لازم نحضر مع لحمة الغنم. اللحمة ناخدها منحطها بالطنجرة، نغليها شوية، منحط معهم ورق غار، بصل وجزر، بس حتى ياخد ريحة الزنخة أو نكهة الزنخة اللي منسميها. نرجع منشيلها منحطها على جنب. أما من تاني ميلي رح نحضر سوا الجميد. جميد اكيد فينا نجيبها جاهز، اوقات بتكون كتير قاسيه، اوقات بتكون اذا بعده محضرينها بيكون هيك طريه اكثر. بنحطها بالصحن، بنذوبها هيك شوي شوي، بتعرفوا بدها شويه قوه حتى نبرشها اكثر او حتى نخليها تذوب معنا بالمي. انا عندي هون المي جاهزه، وعندي قطع الجميد كمان. رح نرجع نغليها. حابه افرجيكم الطريقه، هي بتكون حبيت بهالشكل. القطعي اللي أنا قطعتها جهزتها قبل حتى تكون أسهل لي حتى أحضر الصلصة. طريقة سهلة، رح ناخدها نحط المي، رح حطها دغري على النار. أول ما تكون فاترة رح أخذ القطع حتى أخليها تذوب معنا أكثر بالمي. قد ما فينا نحرك قد ما حتذوب معنا أكثر حتى نحصل مثل صلصة لون أبيض. وبتعرفوا الاساس زبده، يلي دائما بيغلوها بيشيلوا الدهن على جنب، بياخذوا الحليب. هيدي الحليب بيغلوها بيرجع بخلوها حتى تنشف، بيرجعوا بيعملوا كرات او بيعملوا البولات هيك دوائر، بخلوها حتى تقسى تكون قاسيه. اذا كانت طازه حتكون هيك طريقه اكثر، اذا لا حتكون قاسيه. حياخذ معنا اكثر وقت حتى هيك ندقها. في ناس بيحبوا هيك بسكاكين قاسيه او بشاكوش حتى يضربوا حتى تصغر القطع. رح اخذ الان القطع قد ما فينا نذوبها بالمي، شوي شوي حتذوب معنا القطع. اما من تاني ميلي كمان الرز هون عم ينطبخ معنا. الرز اللي طبخناها حطينا فيها شويه رشه من الهيل، او اذا بتحبوا كمان فينا نضيف حبيت الهيل نحط معهم. في ناس كمان بيحبوا يكون لون اصفر، فيكم تحطوا كركم معها حتى تكون لون على اصفر اكثر. اما من تاني ميلي عنا حبيت البصل، اللي هون اللحمه اللي غليناها اللي جهزناها رح نرجع نضيف فوق منها شويه حبيت البصل، تغلي اكثر يعطينا نكهه طيبه اكثر. نرجع تدريجيا رح نضيف فوق منهم الجميد. برجع بذكركم هون عم نحضر نحن الرز، من تاني ميلي سلقنا اللحمه،
اللحمه دائما لازم تكون مع العظام، لحمه هيك مدهنه تقريبا نص كيلو او اقل من نص كيلو قطعه كبيره، لانه فيها كميه من العظم اللي بيكون وزن ثقيل. نغليهم على المظبوط، نرجع منشيلهم، منحطهم على طرف، على جنب، من ثاني ميله جميد مندوبها، حتى بالاخر نحن رح نخلط اللحمه مع الجميد. واكيد هذا الطبق هو تقاليد البلد اكثر اللي بحضروها مع خبز. التقاليد الاكله هيدي بنحضرها دائما الخبز، لازم يكون دائما الطبق من تحت محطوط الخبز، لانه من زمان كانوا بياكلوا بايدهم، وخاصه الخبز مع الجميد مع الصلصه البيضاء مع اللحمه، كانت تقاليد البلد بياكلوها بالايد مع الخبز. كرمال هيك انا هون حضرت الخبز الرفيع بهالشكل، رح حطها بالطبق واقدمها عليها الرز مع اللحمه. رح شوف الجميد تقريبا دابت معنا اذا لاحظتوا، بعد في قطع صغيره كثير. هلا نحن رح ناخد قطع اللحمه يلي انسلقت يلي مطبوخ، رح اضيفها حتى جوات الجميد حتى ينغلى معنا شوي. اذا لاحظنا انه عم بتشد معنا الصلصه اكثر، فينا نزيد فوق منها المي يلي سلقنا فيها اللحمه. نخفف النار، منخليها على نار. اما نحن من ثاني ميله حتى هيدا الطبق رح نقدم السلطه، سلطه كثير طيبه اللي بيلبق مع هالطبق. اللي عندي هون الصحن، عندي حبات الفاصوليا الحمراء، عندي الخضار اللي فرمته، حطينا خاص لون الخضار، رح اخذ شويه حبات الزيتون، بصل الاخضر، عندي كل المكونات هون جاهزه قدامي، عندي شوية كرافس، عندي شوية الملفوف الأبيض، حبيت الطماطم اللي آخر شي رح أضيف فوق منها، أخلطهم مع بعض. هاي سلطة غنية بالألياف، نفس الوقت بالحبوب، غني بالحديد. رح أخلطها شوية ساور كريم فوق منها حتى يكمش على بعضها. بهالشكل اذا لاحظتوا الوان كمان فعلا تلفت النظر. عندي هون الاعشاب، بتعرفوا كمان اردن معروف كثير بالزعتر، كرمال هيك حبيت انا اجيب اليوم زعتر الطازه اضيف بهالسلطه حتى تكون طعمتها اطيب. ناخذ طبقنا، رح نحطها بهالشكل، رح ناخد هالسلطة منحطها بالنص. رح احط فوق منهم شوية هيك فود كالر. دايماً بحب لكم أنه العين قبل الفم، كرمال هيك دايماً قد ما نخلط الألوان قد ما بتكون أجمل طبقنا. بدون ما ننسى بلد الأردن معروف بزيت الزيتون، نرجع نضيف فوق منها زيت الزيتون، صار عنا سلطة كتير طيبة وشهية نفس الوقت غنية. رح حطها هون على طاولتنا. أما من تاني ميلة رح نباشر حتى نسكب المنسف الأكلة مشهورة بالأردن. عندي طبق هون رح أخدها، عندي الخبز اللي عنا اياها هون رح افتحها حتى بهالشكل. هلا في ناس كثير بحبوا انه اول شيء يحطوا صلصه الجميد، الجميد حتى الخبز تشرب هالصلصه اللي طيبه فعلا، بيخلي انه يطرى معنا الخبز. رح حتى اول شيء ارجع من هون الرز اللي طبخناها رح اسكبها. هيك منوزع داير من داري حتى فعلا بتشهي رز. اذا لاحظتوا اللونين الرز اللي مع بعض صارت هيك بتبين انه لونين، بس نحن طبخناها اكيد بالطنجره وحده. اما بالنص نرجع بناخذ قطع اللحمه اللي سلقناها، رجعنا غليناها مع الجميد
يلي حطيناها نحن ذوبناها. نرجع بنحط قطع اللحم الكبيره بالعظام، بنحط بنفس الطبق، راحت شوية خضار، راح نضيف فوق منهم المكسرات اللي عنا إياها، إن كان من اللوز، إن كان من الفستق، إن كان من الصنوبر، ناخدها ونحطها بهالشكل. صار عنا طبق غني طيب وشهي نفس الوقت غني بالمكونات. شو رأيكم ناخدها ونحط على طاولتنا؟ حابة كمان عندي هون ثلاث أنواع من المشروب اللي جهزتها قبل، أخذهم وحط على طاولتنا. هيك مشاهدينا حضرنا نحن طبق كتير طيب وشهي من بلد الأردن المنسف اللي حضرناها مع قطع من اللحمة اللي مع العظام. أول شي سلقناها، رجعنا حطيناهم على جنب. من تاني ميله عنا الجميد يلي دوبناها، قطع الجميد اللي اخذ شويه هيك بياخذ شويه وقت حتى تذوب معنا لانه حبيت تعرفوا بتكون قاسيه، والرز طبخناها. صار عنا هون طبق كثير مفيد مغذي نفس الوقت، ما فيني اخبركم قد ايه حتى ذكيه وطيبه. هون حضرنا حتى هالطبق سلطه، سلطه مميزه حطينا معه ساور كريم، شويه خضار وشويه كمان حبات الفاصوليا. هون عنا تشكيله من العصير، انا بقول لكم صحتين وبلاقيكم بكره بحلقه جديده من برنامج قصة الطبق مع زرميك ورمضان كريم.